السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أينما كنتم تحية مباركة عطرة وحلقة جديدة من برنامج مع الجمهور. ونناقش اليوم في دور الإعلام، أين نجح وأين أخفق في تعرية وفضح وكشف جرائم ميليشيات الحوثي؟ هل استطعنا أن نصل إلى المواطن القريب والمواطن البعيد في الداخل والخارج، أم هنالك قصور قد لا نستطيع أن نقيم أنفسنا بقدر ما يقيمون الجمهور المشاهد الكريم؟ أذهب إلى فاصل ثم أعود لاستقبال اتصالاتكم على تطبيق يلإيمو والدو والأرقام المباشرة حول هذا الموضوع. نتابع ثم نعود. إذا مشاهدينا الكرام، حينما نستعرض الإعلام التابع سواء لميليشيات الحوثي أو ميليشيات الإخوان، نجد أنهم يهتمون بالإعلام كما يهتمون بالمعركة العسكرية. أول متصلين معي يا شباب، ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك الردفاني. حيا بردفاني، حياك أخي، تفضل. إيش أخبار شبوة يا ردفاني؟ إيش أخبار شبوة؟ قالوا الخبراء بيجهزوا هناك معسكرات ومدري إيش. والله الصراحة شبوة أنا بشكلها بتفاجئنا، ما عادش نحن نفاجئها. كيف يا ردفاني؟ هاي الجماعة قطر تصرف دولارات اليوم. دولارات ولا بتوقف. والله ما اللهم لا حسد، خليهم يعني لو اكلوا بقشتين من هنا من هنا، اهم شيء ما يبعش الوطن. ايه احنا ما المشكله بس بالمصاريف، كان ما في مشكله، بس المشكله الان مجهزين حوالي 5000 مقاتل الان بيجهزوهم على حسب القيادات كلها اخواني الاخوانات. ان شاء الله غدا، ان شاء الله يا ردفاني غدا بنناقش هذا الموضوع ان شاء الله غدا. ايوه، ولذلك احنا تحيه خاصه نحن الشعب اليمني كله وللعمي طارق والرئيس عدروس، نقول له يا عدروس سير نحن بعدك بالمسير ولا وان شاء الله تحرير اليمن كامل. نعم، وحييك يا ردفاني، وحييك، وان شاء الله الامور طيبه، ما تقلق، كل شيء تحت اعين يعني كل شيء مراقب، لا يعتقدوا انه جالسين بيشتغلوا من وراء الكواليس او ما حد عارف ايش اللي حاصل، كل شيء مكشوف، كل شيء مفضوح اصبح. ياكلهم بقاش ما فيش مشكله، اهم حاجه ما يفرطوا ولا يبيعوا وطنهم. ان شاء الله النصر قريب. احييك يا ردفاني، الرياض هذا شبه ميسر كل شيء. اشكرك يا ردفاني، شكرا لك يا اخي العزيز. ومتصل جديد، الو مرحبا. اعود وكريد المشاهد الكريم لنناقش اليوم الاعلام هو لا يقل شانا عن الجبهه العسكريه ورجال الحمران العيون في الميدان الذين اعتقد انهم يقدمون تضحيات جسيمه. الو مرحبا. الو يا هلا ابو مريم، ولا ابو نوره. ابو نوره حيا ابو نوره، تفضل. عفوا، كيف الحال؟ حياك. الاعلام هل نجح ولا فشل في كشف وتعريه جرائم الحوثي يا ابو نوره؟ والله بالنسبة يا طول عمر بالنسبة للشعب ما مع غير القناة. نعم صحيح الاسم يا خالد، ميليشيات صحيح. قنوات الشرعية ما زالت الشرعية. نعم. وبالنسبة يا طول عمر قنوات الحوثي ما زالت الحوثي. إلا والدنيا والنار يا طول عمر، ما حد لقى لا مواطن ولا أي إنسان صحيح الشارع. أما السيد يا طول عمر ولا الشرعية، هذا هم يعني زيادة حقهم. نعم. أما اللي غير فالحمد لله. إن شاء الله تفرج. إن شاء الله تفرج. الله يفرجها على الشعب وعلى الدنيا كلها. آمين آمين آمين. العالم الصبر. تعبت يا أخي، العالم لغبت. العالم دمرت. أحييك يا أبو نورة، أشكر لك. في خير ولا اللي في الداخل في خير. أشكرك يا أبو نورة، أحييك. اللي في الداخل يا طول عمر عاد كل واحد متحمل له بقدره الشر يا أخي. نعم. ما مستحيل انك ما تقعد تعيش اهلك واللي حواليك يا طول عمر في حاله مجريه. نعم. انا ارجو يا طول عمر من القيادات ان يشوفوا حل وان يتحركوا. يا اخي التفوا وتحركوا، بس فعل منكم قيادات يا اخي واحنا وراكم. ان شاء الله يا ابو نوره، ان شاء الله. ان شاء الله. بس الشعب يشتي مني سنعاء. بشرنا يقوم هذا اللي تفرجتوا فيه ما يقتلوه. صحيح. احييك يا ابو نوره، شكرا لك. شكرا ومعذر عن المقاطعه. متصل جديد، الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من معي أخي؟ معي أمين من مصر. أنا نازح في التربة وأقول لهم ليس معنا سلاح ولا معنا أي شيء، إحنا معنا أطفالنا ومعنا نساءنا لا غير. نعم. واصل يا عم أمين. أقول لهم
اقول لحق هذا حزب الاصلاح والحزب والحوثيين نقول لهم ايه احنا متواجدين في السهانة. اشكرك يا عم امين، شكرا لك. واحنا ناقشنا هذا الموضوع في حلقة سابقة ووصلتنا معلومات انه الحملة الاخوانية انسحبت، وهذا شيء طيب ونسأل الله ان يحقن الدماء. يا مرحبا بنصل جديد، مرحبا. اهلا وسهلا معك الدكتور جمال الحميري. يا حيا بالدكتور، حياك تفضل، نورت. تكلمت حول الاعلام، حول هل نوصل الاعلام الرسالة حول الانتهاكات وحول توضيح الصورة الحقيقية لميليشيا الحوثي. نعم، اولا الاعلام احنا نعرف من الاعلام خاصة من الاعلام المرئي تعددت القنوات وكثرة القنوات، سواء كانت قنوات سياسية او قنوات حتى رسمية اصبحت تتبع جهات وتعمل لصالح حدث معين. نعم، لم تركز على هدفها الرئيسي وهو ميليشيا الحوثي، واحنا نعلم بان الجبهة الاعلامية لا تقل عن المعركة الميدانية. وهي مكملة للعمل حتى على الواقع وعلى الأرض السياسي وعلى الواقع السياسي. نعم، لذلك نجد أن الإعلام قد تكون هناك بعض القنوات أدت رسالتها الحقيقية بالنسبة للجمهور في الداخل وتوضيح وكشف أشياء كثيرة من انتهاكات الحوثيين. نعم، ولكن لم توضح تلك القنوات أيضا رسالتها الحقيقية للمجتمع الخارجي. ونحن نعلم الآن خارج اليمن هناك لعبة دولية تلعب خارج الكواليس، ولكن صحيح. الرسالة الحقيقية حتى توضح للعالم الخارجي. طلع العنوان يا عم خالد. نعم، موجهة للإعلام للمجتمع الدولي والمجتمع الأجنبي. على سبيل المثال التقارير باللغة الإنجليزية نشرة باللغة الإنجليزية حتى توضح تلك الانتهاكات عبر القنوات المرئية. نعم، أو التلفزيونية. ونحن نعلم أنه حاكت هناك مؤامرات في 2011 و2012، وكانت تستمد تلك الدول أو العالم الخارجي معلوماتها تستقيها من خلال الإعلام سواء كان المقروء أو المسموع. أشكرك يا دكتور، معذرة على المقاطعة. شكرا يا دكتور، وصلت الرسالة وحيك. منصل جديد، ألو. ألو مرحبا. ألو، وعليك السلام ورحمة الله، من معي يا أخي؟ معك أبو عفاش. يا حيا أبو عفاش تفضل، على رأسي يا أخي. ايش اخبارك؟ والله نحمد الله، هات ما عندك، انت على الهواء يا ابو عفاش. طيب يا اخي فارس، الى متى ننتظر جبهه الحديد الانبياء نشتري تتحرك يا اخي؟ والله هذا مطلب شعبي، المفروض هذا مطلب شعبي يا ابو عفاش. والله منتظرين الفندم طارق يا اخي يتحرك يسوي كذا معروف، لانه ما ادري شرعيه، ما ادري شيء يعني، ما يحتاج ينتظر شرعيه، ينتظر اشياء ما لهاش داعي يعني. صحيح، الصبر الصبر، كل شيء في وقته زين يا ابو عفاش، الصبر مزيد من الصبر، قد صبرنا الكثير. والله يا اخ فارس ان صبرنا لين زاد الصبر، زاد مره. صحيح صحيح، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لكن املنا طارق، باقي املنا. خلونا نشوف الحكومه الجديده يا ابو عفاش، يمكن يكون عندها حس وطني ويلغوا اتفاق ستوكهولم ويحركوا الجبهات، خلونا نتفائل. شكرا لك اخ فارس، وما اشتي اطول عليك. احييك يا ابو عفاش، شكرا لك اخي. متصل جديد، الو. ألو مرحبا. نعود ونكرر مشاهدة الكريم أنه الحوثي لديه أكثر من 20 قناة في الداخل، إلى جانب المعدات اللي نهبها وسرقها على كثير من القنوات حينما غزا وحدة لصنعاء. وعليك السلام ورحمة الله، من معي يا أخي؟ معك أبو كهلان الروبي. أبو من؟ أبو كهلان. حياك يا أبو كهلان، على رأسي يا أخي تفضل. واصل يا أبو كهلان، أنت على الهواء أخي. سامعني ولا لا يا ابو كهلان؟ يا اخي كيف حالك؟ نحمد الله على كل حال، هات ما عندك. والله يا اخي الاعلام يكون مضلل، ما في اعلام الذي يقوم بدور الصح. يعني كيف؟ يعني كل الاعلام هو شكل ثاني ماشي يعني حقيقة. بس الانسان المشاهد يستطيع يفرق بين الحق والباطل، بين من يقدم الاعلام على هذا هي نعم. واصل موجود اللي راح يا شباب. شكرا يا ابو كهلان، فصل من عندك. متصل جديد، الو. الو مرحبا. في الوقت الذي الجبهات العسكرية كانت على أودها، هنا الميليشيات تحاول قدر الإمكان
أن تهتم بالإعلام لأنها لا تمتلك أي مشروع. ألو ألو مرحبا. ألو غارة شباب ما في صوت. غارة يا عم خالد. أقول وأكرر أنه هذه الجماعات المتطرفة أو المتأسلمة لو أنها تمتلك مشروع. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام. من معي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام. اسمعني من التليفون الله يخليك. اسمعني من الجوال. السلام عليكم من التليفون. طيب عرفني عليك من؟ معك أبو خالد. يا حيا أبو خالد على رأسي يا أخي. سامعك من التليفون. معك أبو خالد. طيب واصل يا أبو خالد. الإعلام هل نجح ولا أخفق في تعريات وكشف كل جرائم الميليشيات؟ الإعلام بالنسبة للحوثي عنده قنوات في اليمن. قنوات صحيح. الحكومة. نعم. قنوات الحكومة الذي سيطر عليها. نعم. والذي تدعم قنوات حزب الله وقنوات إيرانية ومراسلين في جميع أنحاء المنطقة الإسلامية والعربية والدولية ومع الذي معهم في محكمة العدل الدولية ونشروا ناس من حزب الله يلمعوهم في مجلس الأمن الدولي وفي سويسرا وفي بل وفي ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي يلمعوهم بدعم إيراني قطري نعم لتلميع الحوثي. نعم. ولا الإعلام الذي سيطر عليه الحوثي جاهز يلمع الحوثي في الداخل وينقل بعض إلى الخارج لأنهم ما يعرفوش حتى. وفي محمد منصور ذاك اللي قاعد في القناة أمس في الليلة تابعه يقول مسيرة الحوثي هذه يعني لن قد اعتدت على قرآن أو على أطفال أو على مسجد أو على أي شيء يعني ما يعتدوا على مواطنين أبدا. عليهم أن يرحبوا بنا قال في جبوة وفي مارب وفي الجوب ندخل قال بسلام المواطنين ما لنا معهم أي حاجة سوينا بسني قتلهم في حفص سفيان وفي دماج وفي صعدة. أنت تعرف أن في صعدة عمارة حق بيت السريحي فجروها ودخلها 17 أسرة 17 شقة يعني ناس شخصية واحد وأولاده 17 ولد وجماعتهم وعيال عم وما خلوش إلا أضبه بلا حدود يضربوا له عندهم. وبالنسبة للإعلام حق المؤتمر والإصلاح كل واحد بيشتغل ثاني كل واحد يبغى يعود للسلطة هو أنتوا تعودوا يعلم الله يا أبو خالد يعود يا أبو خالد وينقلب زي ما سوى في 2011 خربت عليه وأنتوا خربت عليكم ويقول لك عندما تولى على قوم لا غضب الله على قوم عقلوا شياطينهم جالنا الحوثي أكثر منها مشالها على المؤتمر وعلى الإصلاح وشال الجمهورية وأكتوبر وسبتمبر ونوفمبر واثنين وعشرين مايو وقلش الكل بكله وهو علشان المماحقة السياسية بين السياسيين مرقوش يخضعون للانتخابة وهذا صحيح الأخوان. صحيح ما يشتغل انتخابة احنا يا أبو خالد انتخابة. طيب صلي عنه صالح كيف سوى هو جلس ما جلس يوبه للشعب ولا الجيش والأمن يوبه لهم جلس يوبه للأخوان والقادة العسكريين والقبائل يوزع لهم فلل ويوزع لهم البترول والغاز والنفط يقاسمهم بينهم ما كان عاد يفكرش في السلطة. أي واحد يكلم شيخ ولا ضابط يدعسك أي شيخ من حاجد وبكيل ومن صعدة يدعسك على طول. الرئيس يكلمه يقول ما فيش ولا حاجة هذا قلع عالمي قال لي ما عجبش يشرب من البحر قال في 2007 في جامعة عدن. احنا ما نقول انه كان ملك يا ابو خالد. طيب اسمعني الله يخليك. احنا ما نقول طيب اسمعني يا ابو خالد. اليوم قد الناس يتمنوا عهد عفاش حتى لسنة فوق رافع فوق كان يوقف معلة حتى يدخل معلة قبره. طيب الان ما هو الحل يا ابو خالد؟ خلينا من الماضي لنقول خلينا من الماضي والكل اخطأ. ما هو الحل الان ابو خالد؟ شكرا لك. فصل يا شباب. ومتصل جديد. الو الو مرحبا يا حي يا ابو طارق. تفضل يا ابو طارق. اليوم دور الاعلام يا ابو طارق. دور الاعلام والله دور الاعلام. انت اعلامك الله يخليك اعلامك حر ونزيه وشريف لا مجامله. نعم. والحوثيين لو بيدهون لا يقعلهم شي يوصل لك بصارخ والمصر اللي بقنا حقك لكن بعيد عليهم. إعلامك نزيه وشريف وأطلب منك تسوي برنامج خاص استفتاء. سوى ليلة من الليالي كذا جهز نفسك استفتاء للشعب اليمني والعربي. حول إيش؟ من
على الرئيس من فتح شيخ من سقطرى من الحديدة من تهامة من حضرموت مدني عسكري وشوف صحيح وخلى الأصوات تخرس من أنا أول واحد ليلة ما تعمل البرنامج أنا شرعت لي بصوتي من شرعي وقتها الإعلام أشد من الرصاص صحيح ولذلك المشكلة الميليشيات تهتم فيه يعني ما عاد قنعوا بقناة ولا ثنتين معهم من 20 قناة من 10 قنوات من 15 قناة هذه المحلية غير الدولية ضرد لك من ناس القنوات الصغار صغار السن واللي تحت سيطرتهم واللي تحت رعتهم واللي ماشيين في نهجهم وفي دينهم وملتهم ما مسوين بنا ولا صحيح يتكلمون يقول لك الشعب اليمني الشعب اليمني الشعب اليمني الشعب اليمني اللي مهون تحت الحديد والنار حسبنا الله لكن لو لو قليل فرصة والله لا ينقلبون عليهم وصلحونهم صلح صحيح قريب إن شاء الله قريب يا أبو طارق قريب لكل ظالم نهاية ما عمر الظالم استمر وأنا أدعو قناة بلقيس أن تهدأ قليل تهدي قليل من الإمارات والسعودية حاط النقرهن من نقر الإمارات والسعودية لولا الإمارات والسعودية كان إحنا ذحين في الرقيق أبيض متوطين الحين بس يكملوا الجمالة يا أبو طارق يكملوا الجمالة ويفتحوا الجبهات يكملوا الجمالة يعني مش يوصلوا للطريق ونص الطريق وقفوا يا أخي بدون يفتحون جبهات لا أنت لما أنت شفت كيف في في في, في تعز ما سووا كل ما جينا كل ما خلص خططنا وكنا وهذا ضرد أن صبر العمر يفتح لنا مشكلة حسبنا الله ونعم الوكيل بادي فرق تعز أنت بنفسك صحيح فعلنا حلقات طارق اللي راح لتعز قالوا طارق وقالوا ما قالوا نازحين لتعز ها طارق كل ما حصل مشكلة أبوها في طارق طارق لا أخطأ في يوم من الأيام من يدعم طارق غير التحالف صحيح هات لي قوة تدعم طارق في الساحل الغربي غير قوات التحالف كانت الإمارات أو السعودية إذا كنا دعمنا قوات التحالف بيض الله وجههم ما قصروا ونشيهم يكملوا الجمال العربية والأخوة والأشقاء ينقذونا من هذا الحوثي وقالوا يمنيين سدوا وخرجوا اللي بالفنادق يقول لهم رجعوا الميدان وكثر الله خيرهم والله بيض الله وجههم ما قصروا اسمح لي والله العظيم إذا أنا أجي وأحلف بالله يبدأ التحالف الليلة قبل بكرة والساعة قبل ذا يحررون اليمن ويعرضون عليه دولة تحفظ الجوار وتحفظ العهد والمواثيق إن شاء الله أشكرك يا أبو طارق الليلة قبل بكرة بدهن أحييك لكن معانا داخل بعد فرق الله يحديهن وردهن للعقل آمين يا رب أشكرك يا أبو طارق تحية لك دائما المشاريع الصغيرة تنتهي وتنتهي وتضمحل وتذهب إلى مزبلة التاريخ ولا يظل كما نقول دائما إلى الكبار لا يظل إلى الكبير ولا يظل إلى الشعب ولا يعني والأشخاص زائلون ولا أحزاب زائلة ويبقى الوطن متصل جديد ألو مرحبا سامعني يا حبيب ولا لا ألو غير يا عم خالد ما بيش صوت اليوم كما قلت لكم نتساءل مشاهدينا الأكارم مع الأسف هنالك يسعى الحوثي خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها لجرف الهوية اليمنية لخلق بيئة متطرفة بيئة رجعية ألو مساك الخير مساك بالنور والنعيم من معي يا أخي يا أخي معك أبو صقر الشعيدي جاء التوجيه المعنوي حق اللواء أول حيا تفضل على رأسي يا أخي أبو يوسف أشياء أبسل رسالة العميد طارق محمد عطار صالح تفضل هات ما عندك قلنا يا الرجال الأصيلة لكم تاريخ مبني على الديرة عاد بيكم حمية على الشعب اليماني وبهضيلة لا رد التحية لأبو عباس من مخلص النية ألف الوصية زعيم الشعب لأسس الوحدة نعم والحوثي نزيلة على عيوان أمريك الديرة خلقت الخوية ودمر شعبنا وكفر الحرية والجندي يقاتل مع طارق له الفخر ما فيه وهذا الدوم الثاني يا أخي يوسف أشكرك يا أبو يوسف صح لسانك مع الأسف خصل من عندك شكرا لك ومتصل جديد ألو أتمنى من كل الشعراء كان معنا شعراء في 2011 وكثير من الذي يجيب زامل والذي يجيب قصيدة أن يشاركوا أيضا مفتوح المجال لكل اليمنيين لكل الأحرار لكل الشرفاء لكل الأبطال
الذي لديه أي زامل ولديه قصيدة يتفضل. ألو مرحبا. ألو متصل جديد. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟ اتفضل من؟ ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟ سامعك تفضل. ألو غير عم خالد، ما في صوت. ألو سامعني ولا لا؟ ألو غير يا شباب. الرجاء الرجاء الذي مش قادر يمسك معه خط الإيمو بالإمكان على الدو. برنامج الدو يا جماعة هو نفس الرقم وما بش عليه كثير ضغوط، اتصلوا على ألو. نفس الرقم على برنامج الدو. ألو 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 مرحبا، من معي أخي؟ أبو عفاش. حيا أبو عفاش، حيا تفضل. أسد فارس. نعم حياك على رأسي. الذي هم الآن الذي رجعوا من عند طارق زي الأبيض هذا حسين الأبيض الذي هم العميد. الله يفتح عليه، ما نفعل له. الله يفتح عليه. هم الآن هم حق فلوس. شبعوا من الفلوس حق طارق رجعوا لعند الحوثي. الله يفتح لي. ومن شد شد في النار لا يمثل إلى نفسه يا أبو عفاش. والله لا يزيد من المقاومة ولا ينقص منها. يرخرق واحد يدخلوا ألف، ما تقلق، رحم رأي العيون موجودين والأبطال موجودين. بس يا أستاذ فارس هم هذولا الذي بحروا. يا أبو عفاش المنافقين كانوا في عهد رسول الله وفي الصف الأول وهو قدو رسول الله، شيء طبيعي تحصل مش وعيد. أنا أعرف بس يا أستاذ إحنا نشي جيش يمني بسرعة الآن، الآن يبيعوا هذا وهذا يبيعوا وهذا يبيعوا زي ما فعلوا بالزعيم. باعوا دخل. الصبر الصبر بعد فرق يا ابو عفاش، وما ان شاء الله ما يقع على كل خير وتحصل اخطاء ليس عيب في الاخير، هكذا صراع الخير والشر قائم. احمد علي عبد الله صالح وطارق يخارجونا ان شاء الله يا ابطال يا ابو عفاش، كل الابطال وكل القبهات بدها تتحرك. خلونا نشوف ما بعد أكيد ما بعد اتفاق الرياض الحكومه أكيد الذي بتولد، ما نشوفها ان شاء الله خير. يا رب يا رب ما يكون الا خير يا رب. اشكرك يا ابو عفاش، معذره على المقاطعه. متصل جديد. الو ألو مرحبا. الناس ملت، الناس ملت وبدأت تيأس وتحبط، ومع ذلك نقول لهم يعني ما فيش معنا غير نصبر نصبر، وفرق الله قريب، والله وعد عباده بأنه لكل ظالم نهاية، وقال في محكم كتابه وكررها مرتين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ألو مرحبا. ألو يا هلا ومرحبا. ألو هلا أخي فارس. يا حيا من معي أخي؟ معك ابو نوره. ابو نوره. طيب يا ابو نوره قد كملنا معك الله يحفظك، قد وصلت رسالتك. انا داري انك كملت معي، لكن الابيض هذا اللي يدعو انه ابيض هذا مع الاسف لا شبع فلوس على طارق ان يحذر يا طول عمر، هذا كان مدسوس من قبل الحوثي وفشل داخل طارق وفشل. يا ابو نوره ما تقلق، هذا مدسوسين كثيرين ولا شبع فلوس، كان مدسوس عامل شغال مع طارق للحوثي، وأنا أوعدك إنهم استطاعوا أن يخترقوا حتى شبر واحد في جبهة الساحل الغربي. لا أشكرك. لا عليه أن يحذر، عقده مدسوسين عنده كثير، هذا لا زي المدسوسين اللي عند الشرعية. الحمد لله على كل حال يا أبو نورة، وهكذا كل يوم تتضح الحقائق أكثر. أشكرك يا أبو نورة، في كثير ناس أيضا موجود على الخطوط الشي يشاركوا. أشكرك. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو يا هلا ومرحبا، معي يا أخي. مساك الله بالخير يا فارس. مساك بالنور النعيم. معك ابو اما. يا حي ابو اما، غيبت علينا كثير يا ابو اما. كيف انت يا فارس اخي؟ عين هاولادي جالسين متحمل انحداث الزعيم عبعب يستحوا على انفسهم. اليوم 9 سنين اشتعلوا هاولا كانوا شباب السعوديه. والله يا ابي انه كان يخابرنا انه كان يبذل كيس السمنت لا سابع دو. واليوم علي عبد الله صالح بناهم فعل لهم زنزم بقر. تندم بقر دريارات، واحدة في مارب واحدة في الحديدة. في الحديدة البقرة السوداء قد حتى قربت انه مشترك معهم. يبيعوا اليوم سوق سوداء، وخبرت مارب البقرة حقنا هذه في مارب حلابة ذبيح لبها سلمان وخبرتها، وقلوا لك سلونا بالتحالف. اش فعل التحالف هذا؟ دمر البنية التحتية، دمر اليمن. لو شي خادم الحرمين، لو شي دي كانت حق هم دارين بعلي عبد الله صالح من زمان، ومن بيأسس اليمن ومن بيمثل اليمن. لو هم يحبون انهم دخلوا مجلس التعاون الخليجي، لكن قلنا لك بيضحكوا على الشلة، شلة مارب، شلة كذابة، شلة سرق، شلة نهابي،
والله ان احنا في ظهر احمد علي يسمعها قاسي وداني وفي ظهر طارق الله ينصرهم امين والشعب اليمني معهم والله عندنا مرح يا اخي ان سمها لا ذكرتها علي عبد الله صالح انهم دارين بقدره في قلوبهم صحيح كل الله من يرحمه داري الله يرحمه الله يرحمه ويرضى عنه سمعتها فارس اخي نعم وكل من داري وهولا شله عنده كملهم امرض من زمان يعني كانوا يمثلوا يا اخي حنقة المرح قالوا علي وان سمعت والغلية الطماطس قالوا علي هؤلاء كذاب واحنا دايرين بهم غادي الله بغادي الصبر يا بامة الصبر هذه لعنة حلات بالشعب اليمني او فتنة وبات انتهي بات انتهي وسيعود كل شيء الله كريم الله هؤلاءنا نراعن هؤلاءنا المزوبعي خبرة توكل وشلتها اشكرك يا بامة تحية لك ودائما قلنا يا جماعة خلونا نتحفظ بألفاظنا ونكون راقين وننتقد نقد مشرف بعيد عن أي سب بعيد عن أي قد حتى وإن كان خصما لنا حتى أي خصم لا ننزل إلى مستواهم صحهم يسبوا ويشتموا هذه ثقافتهم إحنا نظل ثقافتنا عالية راقية إحنا أهل إيمان وأهل حكمة وأهل حضارة ومش عيب إنه نتواجه الأبطال تواجه الأبطال في الميدان البطولة في الميادين وليست بالسب ولا بالشتم ألو مرحبا ألو تفضل أخي من معي ألو سامعني ولا لا حبيب غير يا عم خالد فصل مساك الله بالخير مساك بالنور والنعيم من معي أخي معك أبو تركي تفضل يا أبو تركي أنت على الهواء واصل فصل يا شباب مع الأسف ومتصل جديد ألو ألو مرحبا ألو تفضل أخي من معي حيا ومرحب السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله تفضل من معي السلام عليكم وعليك السلام كان اريد اشارك معكم طيب تفضل على راسي يا اخي من معي متوحد ابو من الو ما في صوت يا عم خالد غيره عيد الاتصال يا حبيب مع الاسف ما في صوت سنظل إذا المشاهدين الكرام نقول لكل أبناء اليمن إنه أبو هؤلاء المتقمصين تحت عباءة أو مسميات وهمية نفس القاعدة وداعش يجب أن تكشفوهم والشعب اليمني عارف كل غريب مهما تستروا مهما هربوا مهما فحطوا مهما يعني تقمصوا بأسواء وهمية كل واحد عارف إنه غريب وسيأتي وقت الحساب والعقاب متصل جديد ألو ألو مساك بالنور النعيم من معي يا أخي تعالك يا أخي فارس حياك عرفنا عليك معك أبو طارق أبو قبر أبو طارق حيا أبو طارق تفضل يا أبو طارق كثر الطوارق رضي الله عنهم حياك الله هات ما عندك يا أخي في مثل عندنا بيقول إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين خيرا من وجه الغراب هذا مثل قديم صحيح نعم الأخوان لا تعولوا بهم ما فيهم خير صحيح ولا تجلس نتحرك فيهم الأخوان لا لهم لا دين ولا ذمة طريق حول اليمن ما عندها الصبر بالأصل كل شيء سيعود يا أبو طارق كل شيء سيعود الأرض باقي والأشخاص زائلون والأحزاب زائلة والمشاريع الصغيرة تزول يا أخي سحب البصاب من الأخوان في أسرع وقت لإنجاب اليمن من هذا الشر من هالخبيثة إن شاء الله إن شاء الله هذا الذي سيتم إن شاء الله أشكرك يا أبو طارق متصل جديد ألو ألو مرحبا سامعني ولا لا يا حبيب ألو غير يا عم خالد إذن نقول يعني من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه مشاهدينا الكرام ونقول دائما افضحوا ووثقوا كل جرائم الميليشيات كل جرائم أبو كل جرائم مشرفين كل جرائم أي شخص تابع لهذه الميليشيات وثقوها بالصوت بالصورة سجلوا سيأتي وقت الحساب سيأتي ألو من معي أخي تفضل ألو غير عم خالد الو تفضل سامعني انت على اخي من الو ما يسمعنا شي عم خالد غيره السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله من معي اخي ابو قاسم يا حيا ابو قاسم تفضل
الله يحييك ويبقيك. أقول أنا حبيت أتكلم بالنسبة إعلام جماعة الإخوان المسلمين والحوثي هو مفضوع ومعروف لدى الجميع لدى الشعب اليمني. نعم. ولكن ما يميزهم أن إعلام يعني حكم سيطرتهم على السلطة. صحيح. والإمكانات يا أبو قاسم والإمكانات معهم دول تضخ. أيوة لديهم إمكانات هائلة. صحيح. ولكن والله العظيم إن الشعب يعني عن بك يعني أنا أقول 90% يعلم بأنهم خونة. ولو بإذن الله عندما ننتصر بإذن الله سننتصر عندما ننتصر أنا أقول بأن الشعب سينتفض كالذي ينفض قنبل من فوقه. سواء لجماعة الإخوان المسلمين أو الميليشيات. يعني نعم. طيب يا أبو قاسم إذا ما تحدثنا عن الإعلام الوطني لنقول خلينا نقول مثلا قناة اليمن اليوم هل استطاعت أن تنجح وتصل بـ نعم. بـ بـ يعني بـ بالإمكانات البسيطة والمتواضعة أن تصل كنت سأتي لهذا الكلام. أنا طيب أقول بأن قناة اليمن اليوم لها دور فاعل ولكن أشد على أيديكم ومزيد نعم. من هذا العمل الجميل. أتمنى أن تلاقوا دعم أكثر. أتمنى من الناس الوطنيين الشرفاء الذين لديهم أموال كالتجار الذين يحبون أن يدعموكم أكثر لكي يكون لكم مراسلين على الأقل في كل مركز مديرية. صحيح. في كل مركز مديرية حتى يكونوا سريين. فهذا نعم. أمر واجب. مثلا مديرية شرع بره مديرية شرع برونا مديرية تأس المسيطر عليها الإخوان المسلمين ومسيطر عليها الحوثيين يجب أن يكون لديكم على الأقل في كل منطقة مراسل. صحيح. حتى يعلمكم ويكشف لكم الأمور والحقائق وأنتم بدوركم تبثوها للمجتمع. صحيح. تبثوها للوطنيين. أنا أتمنى من جميع التجار الوطنيين إن كان هناك يعني أنا أعرف أن في التجار الوطنيين لديهم إمكانات هائلة أن يدعموكم. إحنا نعرف أن إحنا نمر في وضع سيء في وضع مجري. نعم. يعني أما يعني أتمنى مزيد من التقدم. أشكرك يا أبو قاسم أحييك وإحنا نقول أنه خدام سنظل خدام وجنود لكل أبناء شعبنا حتى فيما فيهم الخصوم يعني إن وفقنا لما يخدم الشعب والوطن ونفرح حينما يقولوا فلان مثلا ملاحظات نأخذ بها بقد يعني يعلم الله أنه أي ملاحظات تصلنا خصوصا على رقم البرنامج نأخذها بعين الاعتبار. ألو مرحبا. ألو اتفضل أخي من معي اسمعني من التليفون. وعليك السلام ورحمة الله. أريد أتحدث مع طارق. أنت على الهواء أخي من معي؟ أنت على الهواء. أيوة يعني يا سعودي مش عليها جرائم. والله ما أنا سامع إيش تقول. وضح حاول توضح صوتك وعبر عن رأيك ما عندنا أي مشكلة. ألو راح ولا موجود يا شباب؟ عيد الاتصال يا حبيب عيد الاتصال صوتك ليس واضح. ومتصل جديد. الو الو يا هلا ومرحبا معي يا اخي. اسمعني من التليفون الو ايوه سامعك تفضل. الو سامعك يا حبيب وانت على الهواء من معي؟ الو تفضل من معي يا اخي؟ اسمعني من التليفون غير يا عم خالد للأسف ما في صوت. الرجاء يا جماعة الذي اتصل حاول يخفض صوت التلفزيون على أساس ما يضيع علينا الوقت ويحاول يوصل صوته ورسالته. ألو مرحبا. أيوة. وعليك السلام ورحمة الله. ألو كيف حالك؟ حيا ومرحبا معي يا أخي. أيوة ما في رياض النبيل. رياض أيوة اتفضل يا رياض انت على الهواء هات ما عندك. يعني السعوديه ما بشحال فصل يا شباب. والله ما انا سامع ايش قلت يا رياض. سمعت السعوديه ومش انا داري ايش الباقي. مصل جديد. الو الو مرحبا. ايوه اتفضل من معي؟ الو انت على الهواء من معي؟ الو نعم عم خالد غيرهم ما في صوت. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله من معي يا أخي؟ معك طارق فارس. طيب يا أبو طارق قد كملت؟ ها؟ كملت أول ولا فصل عليك الخط؟ لا فصل علي فصل. طيب هات ما عندك هات إيش باقي معك؟ معي
معي كلمة بس يعني قلت فيها هذا الشيء قد قال من صدق صادق. قرب الشعب الريال السعودي. كيف يدعم فيه كم من خرب وابن الأحمر والعميل اليهودي. الولاء لله ثم طارق من صقدره وصعدهم وسقمتكم. سلامتك صح لسانك واشكرك. ومصل جديد. ألو ألو مرحبا. اسمعني من التليفون الله يخليك. اسمعوني من الجوال يا جماعة. ألو مرحبا من معي أخي. ألو. أيوة يا هلا ومرحب. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أخي من معي. غير يا شباب ما في صوت. أبو ممدوح. طيب اتفضل يا أبو ممدوح أنت على الهواء. واصل يا ابو ممدوح. غيره يا عم خالد ضيع لنا الوقت على الفاضي مع الاسف. ومتصل جديد. الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انت يا خالد. حيا مرحبا معي اخي. معك ابو محمد. حيا ابو محمد اتفضل هات ما عندك. اليوم نناقش على الاعلام اين نجح واين اخفق. والله نشيت وحدوا الاعلام يا خالد. كل الأطراف اليمنية صحيح. ونشكر من اليوم اللي توصل حقائق للمواطنين. نعم وشكرا. أشكرك يا أبو محمد وحييك. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو. سنظل إذا كما قلت لكم مشاهدة الكارم أنه أرجو من كل الإخوة من كل الشرفاء من سواء أعضاء المؤتمر أنصار المؤتمر كل يمني حر في كل مخصوصا المناطق التي تحت بطش وجبروت الميليشيات أي جريمة أي تحرك لهذه الميليشيات عندكم أرقام البرنامج ارسلوا فقط أوثقوها بصوت الصورة. ألو. هنالك تحركات لهذه الميليشيات تجنيد. ألو. الأطفال. ألو ألو مرحبا. ألو اتفضل أخي من معي. الو انت على الهواء اخي العزيز من معي. كيف حالك يا استاذ فارس؟ يا حيا مرحبا على راسي عرفنا عليك اخي. الله يحفظك. موضوعنا اليوم على الاعلام صح؟ نعم نعم عرفنا عليك. من ابو محمد. حيا ابو محمد اتفضل. طيب الاعلام نفس القناة هذه قبل سنتين كانت تهاجم العدوان والعدوان واحنا ضد العدوان. واليوم سبحان الله يعني تغير الموقف 20,000 درجة. يعني ايش السبب؟ يعني ايش تقول يعني؟ كيف؟ يعني ايش احنا قلنا يا جماعه كنا نعتقد ان الحوثي يعني سيحمل مشروع وطني كنا من حق اي مواطن يمني انت هل ترضى انه اي دوله تجي تدمر بلدك ولا حتى وين كانوا معنا؟ كنا ننتقد الاخطاء. يا استاذ فارس نعم. كلامك على عيني وراسي يا استاذ فارس. نفس النظام حق علي عبد الله صالح حارب الحوثيين 6 حروب ضحى نعم. بكم 1,000 جندي نعم. تقول لي الحوثي مشروع وطني؟ احنا كنا نقول لعل وعسى يعني حصلت بالاخير التالي عندما ما اسمعني. طيب اسمعني يا ابو محمد. الله يرحم والديك. طيب اسمعني خلي. طيب انا بخليك تتحدث على راحتك. اصبر اصبر. الحوثي مع الاسف هو خدعنا وخدع كل اليمنيين دخل باسم قرعه ما كانش في معانا اي خيار لا يوجد امامنا اي خيار الامانه يعني ما يعني ما يعني ما نعم. إذا المذيعين والمثقفين اللي زيك ونقعد نلعب مشاعر الناس يعني لا متى؟ قل لي ما هو الحل يا عم محمد. أنت مقتنع نفس نفسك أنت يا أستاذ فارس. إذا قالوا لك أصحاب القناة غير رأيك بتغير رأيك على أقسم بالله يا أبو محمد. أقسم بالله لا يوجد لدينا أي إملاءات من أحد وأننا نتحدث بكل حرية ومثلما الآن اتصلت لا أدري من تمثل ولا على أي فئة محسوب. على عيني وراسي أنا ما أمثل أحد. أقول لك رئيسي. وهكذا رئيسي. أي أحد يجي رئيس لليمن رئيسي صحيح طارق ولا غيره. بس نفس القناة لو ما تكون قبل فترة بمبدأ مش عيب مبدأ لا يا أبو محمد ليس عيب. السياسة شوف السياسة ما بش فيها مبدأ واحد. أنا أقول لك كنوا صادقين. السياسة فيها تقلبات في مقال لما يخدم المصلحة الوطنية. يا أخي إحنا نقول أخطأنا في الماضي وكنا مع الحوثي حينما اكتشفنا أنه عدو الشعب اليمني أكثر من التحالف وقفنا ضده وضحينا بالصف الأول المؤتمر الشعبي العام الزعيم عاد باقي رأس أكبر من الزعيم. تتحالف مع شخص قتل أكثر من 50,000 جندي يمني. تحالف الضرورة كانت
تحالف مثل ما حصل مع تحالف مع الإخوان حصل يا أخي هكذا مشكلة السياسة. لكن العبرة بالمختم متى ما اتضحت عرفنا الحقيقة ولحقنا بعد الحق هنا 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 الواحد يبني عليه. الحقيقة كل الناس ما تعرفين حتى علي عبد الله صالح كان عارف إن الحوثيين إماميين وإن الحوثيين يشتوا ينتقموا وتحاربنا. طيب ما أنا الذي دخلهم يا أبو محمد إلى الساحات وقالوا حيابهم وسلم سلم دولة بجيشها بعتادها وسلم لهم كل شيء وبالأخير باعوا كل شيء وفحطوا. خيرة الله كلنا عارفين من سلم الجيش بس الموضوع على نفس. طيب يا أبو محمد يا أخي انصحنا يا أبو محمد أنا أحييك انصحنا قل لنا. طيب اسمعني يا أبو محمد احنا اليوم نقول احنا فتحنا اليوم وخلنا الحلقة للناس يقيمونا أين أخطأنا وأين نجحنا ليس عيب. قل لنا يا أخي أنتم يا أستاذ يكفي الحرية أنكم تدوا للواحد يعبر عن رأيه. الله يحييك. مش بالطريقة هذه يا أستاذ محمد نشتيكم تكونوا على مبدأ واحد يا أستاذ فارس. يعني الآن إحنا على خطأ ولا على صح؟ أنت ذا الحين هذا الاتصال وإتاحة الفرصة للرأي الآخر هذا أحييكم عليها. الله يحييك. يعني. أحييك أشكرك يا أبو محمد تحية لك. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياك أخي من؟ كيف حالك؟ يا حيا مرحبا على رأسي من معي أخي؟ اتفضل من معي؟ كيف حالك طيب؟ حياك عرفنا عليك من؟ ناصر محمد من الجنة حي من البيضة. يا حيا بأبناء البيضة اتفضل يا عم ناصر أنت على الهواء. كيف حالك طيب؟ نحمد الله على كل حال إذا أنتم طيبون إحنا بعدكم. هات يا عم ناصر ما عندك. لا قلت من شامل من هذا اللي اتصل بي قال انهم سلموا الجيش للحوثي وسلموا التحالف. نحترم كل الاراء يا عم ناصر ما عندنا اي مشكله كل واحد يعبر عن رايه ونحترم رايه. يا اخي بس التشتتات هذا التشتتات اليمنيين هذا مع الامارات وهذا مع السعوديه وهذا مع الاخوان. انا انصح كل يمني يوقف مع والله يا عم ناصر لو كان يحمل مشروع وطني لو كان يحمل المشروع الوطني ما يمثل الخميني ولا يمثل الأفكار المتطرفة والله كنا معه. لكنه خطر على اليمن واليمنيين ضد العقيدة ضد الإسلام ضد الشرف ضد العرض ضد اليمن ضد الحضارة ضد المرأة ضد الطفل ضد التعليم ما زيد عدد لك. رجل كارثة. صوتك بيتقطع. طيب يا عم ناصر حاول توضح صوتك. وضح الصوت. الصوت بيتقطع الحين. أول كان واضح. وضح الصوت. واصل عبر عن رأيك. والله يا عم ناصر ما نزعل من أحد بالعكس. واصل يا عم ناصر. ألو كملت عليها البقش. ألو مرحبا تفضل اختي من معي. ألو تفضل اختي من معي. ألو تفضل انت على الهواء. ألو عبنا. طيب انت على الهواء تفضلي ما عندك. الو غيره يا عم خالد تفضلي معك رساله شي توصليها شي تعبري عن رايك تفضلي. برنامج دماغي. نعم انت على الهواء من معي. الو غيره يا عم خالد عيد الاتصال ومتصل جديد. الو مرحبا. الو اخر متصلين يا شباب. الو مرحبا. موجود ولا راح؟ الو مرحبا. الو اسمعني من التليفون الله يخليك اسمعني من الجوال. الو تفضل اخي انت على الهواء من معي. معني. ايوه سامعك. واصل معك محمد. ايوه طيب هات يا محمد هات ما عندك.
واصل ايه؟ واصل يا محمد، انت على الهواء، ما عندك معني؟ ايوه سامعك، هات ما عندك يا اخي. احنا ننصح كلنا ننصح. واصل بيقطع يا عم خالد. اشكرك يا عم محمد. اذا المشاهد الكرام دائما وقت البرنامج كما قلت لكم، يعني كثير من كل واحد عبر عن رايه الذي عجبه، يعني نحترم كل الاراء. البعض قال يتحدث انه الطرف الاخر صحيح انه يفوقنا في تعدد القنوات، لديهم امكانات، لديهم دعم مادي، لديهم يعني الحوثي في داخل صنعاء اكثر من 20 قناه، ناهيك عن القنوات الخارجيه، ناهيك عن اذاعه، عن الصحف. الاخوان نفس الكلام، ما زالوا يفتحوا قنوات، الذي في تركيا والذي في قطر والذي، ومع ذلك بالقناة هذه الوحيدة المتواضعة نستطيع أو يعني نأمل أن نكون قد وفقنا في أن نصل إلى بسطاء الناس وإلى كل النخب، ونحترم كل الآراء وندعو من كل أبناء اليمن كما قلت ونكررها في كل حلقة أنه يكشفوا جرائم هذه الميليشيات وأن يوثقوها وأن يرسلوها أول بأول على الأرقام التي يشاهدونها على الشاشة، سواء الواتس أو الإيمو أو الدو. من فاته المتابعة في المباشر أو في اللايف بالإمكان في الإعادة 12:30 بعد منتصف الليل غدا، سنناقش تحشيد العسكري الإخواني في محافظة شبوة، إلى أين هذه المرة ومن وراء هذا التحشيد ومن وراء تلك المعسكرات الجديدة التي فتحت في شبوة والتي فتحت في تعز في يفرس. إلى اللقاء.